خلي المحاضرة أعتقد كافي حتى نبدأ بالمحاضرة. محاضرتنا الطلاب يحتاج أسجلها؟ مدى أحصلها؟ يلا خلينا نسجل. المحاضرة الحالية هي استكمال لمحاضرة الفينول اللي أخذناه جزء من عدها بالمحاضرة السابقة، وقلنا الفينول هي من المركبات المهمة تدخل في الصناعات وخاصة في الصناعة الدوائية، واعتبرنا الفينول أنه عدها خصوصية من خلال أنه تعتبر بها فتحالة من الأسيدتي. أيضا فسرنا الأسيدتي للفينولات بالاعتماد على موقع المجموعة المعوضة ونوع المجموعة المعوضة، وذكرت أن موقع المجموعة المعوضة يعني أقصد بها هل أن هاي المجموعة المعوضة موجودة في موقع أورثوبارا أو موقع ميتا بالنسبة لل أو اتش مال فينول. وأيضا ذكرت نوع المجموعة المعوضة، قلنا إما مجموعة معوضة من نوع الدونيتنج جروب أو من نوع الهالوجينات أو من نوعية الوذدرون جروب الساحبة. وانطينا أمثلة على الموقع، لاحظنا أنه المجاميع المعوضة موجودة بالأورثو والبارا تجعل جزيئة الفينول أكثر حامضية من الفينول لوحده. وأيضا إذا كانت هاي المجموعة المعوضة من نوع الوذدرون جروب موجودة في موقع أورثو بارا تزيد بعد أكثر من حامضية الفينول، وانطينا أمثلة على هذا الموضوع. وانتقلنا بعدين إلى طرق تحضير الفينول، لاحظنا هناك 3 طرق أساسية وشرحها. قلنا الطريقة المهمة هي طريقة تحضير الفينول من الكيومارين، لأن هاي الطريقة تنتج لنا مادتين أساسيتين هي الفينول والأسيتون، وكان هنا الفينول هو باي برودكت وليس الميجر برودكت. بعدين انتقلنا إلى تفاعلات الفينول، وذكرنا انه الفينول يحتوي على مجموعتين، مجموعه البنزين رينك ومجموعه الاو اتش، وحكينا تفاعلات الاو اتش انه التفاعل الاول كان اعتبرنا انه الفينول حامض من خلال تفاعله مع قاعده قويه وتكون الملح زائد الماء للفينول. ايضا المثال الثاني من تفاعلات الاو اتش تحضير الاستر للفينول اللي حنشاهده نحتاجه في تحضير الاسبرين. ايضا هناك طريقتين ممكن انه نحضر، هناك طرق كثيره بس احنا اخذنا هاي الطريقتين، اما نستعمل اسيل كلورايد او الانهيدريت في تحضير الاستر للفينول. بعدين انتقلنا الى تفاعل مهم هو فريد كرافت اسيليشن وما يسمى بالفريز ريارنجمنت، من خلال تفاعل الفينول مع الاسيتيك انهيدرات يكون الاستر المقابل. وبوجود الالمنيوم كلورايد حنلاحظ في حالة انه نسوي التفاعل ب 160 سنتيغريد يصير انتقال ريارنجمنت لمجموعة الاسيل جروب في موقع الاورثو، اما اذا نسوي التفاعل تقريبا بروم تمبرتشر هي ال 25 سنتيغريد ينتقل الاسيل جروب يصير في موقع البارا، وهي من التفاعلات المهمة جدا. ايضا لاحظنا انه ممكن انه نحضر الايثر في تفاعل الفينول من خلال تفاعل برايمري الكال هالايد، والالكال هالايد اللي نستعمله الهالايد اللي نستعمله هو الايودين بوجود الاكويس ان اي اتش، يتكون عندنا ما يسمى بالايثر للفينول عن طريق تفاعل ويليامسون. وقلنا شروط ويليامسون لازم نستعمل البرايمري الكال هالايد. وقالنا كيف انه تصير تفاعلات على الرينك. احنا نعرف انه تفاعلات الفينول يدخل تفاعلات الكتروفيليك اروماتيك سبستيتيوشن رياكشن. عفوا دكتور بس واقف على السلايد الاول. ليش دا اسوي؟ دا اقلب. ما ظاهر بس هاي السلايد الواحد. هسه تمام.
أعتقد الإنترنت وزين. طلاب رجاء عند تشوفون؟ نعم دكتور. ده تشوفون؟ نعم دكتور. ده تشوفوا هذا السلايد مال تفاعل الفينول بالرينج مالته؟ أرجوك نعم طالب دكتور نشوف. دكتور أي سجلت الصورة سجلت. إذا حنشرح موضوع تفاعلات الرينج للفينول، بما انه عند الرينج هاي اروماتيك كومباوند هي البنزين، فاذا تدخل تفاعلات الكتروفيليك اروماتيك سبستيوشن رياكشن. الاو اتش هي من المجاميع المعوضه من النوع الدونيتنج جروب، وتجعل حلقه البنزين فيري سترونج، مو ستر الاكتيفيتي مال حلقه البنزين تجعلها فيري سترونج. بما انه فيري سترونج يعني حتكون جزيئه البنزين بالفينول تكون فيري اكتف. ارجع اعيد، مجموعه المعوضه الاو اتش على البنزين رينج لتكوين الفينول تجعل حلقه البنزين للفينول فيري اكتف كومباوند. بما نصل فيري اكتف حنلاحظ انه تفاعلات الفينول من تفاعلات الالكتروفيليك اروماتيك سبستيتيوشن رياكشن الخمسه تجعل انه ما حنحتاج الى كاتاليست، وانما تعتمد بشكل رئيسي على نوع الرياجنت. اذا المحاضره مالتنا حنعتمد في تفاعلات الفينول على الرياجنت، وعلى الاغلب ما حنستعمل الكاتاليست مثل ما لاحظناه في تفاعلات البنزين للتفاعلات الخمسه اللي هي الاجينيشن والسلفينيشن نايتريشن فريدي كراف بنوعين الاسيليشن والالكيليشن. في تفاعلات البنزين احتاجين هناك الى كاتاليست اما لويس اسيد او سوفور، هنا ما حنحتاج هالنوع من الكاتاليست. السبب اكرر السبب انه هاي المجموعه المعوضه الاو اتش على الرينج تجعل حلقه الرينج فيري اكتف، فما تحتاج الى كاتاليست. حتى هذا نوضحه بالامثله، حنسوي تفاعلات الهالوجينيشن. نعطيك مثال هنا البرومينيشن. نلاحظ في حاله البرومينيشن مع الفينول عند استخدام نوعين من السولفنات. نوعين من السولفنات، احنا هناك في حاله البنزين كنا نستعمل لويس اسيد، انباع هنا ما عندي اي لويس اسيد. السبب انه حلقه البنزين فيري اكتف بوجود المجموعه المعوضه او اتش، فلذلك ما حنستعمل كاتاليست المعروف هو اللويس اسيد، وانما نوعين من السولفنت. في حاله استخدام الماء كمذيب نلاحظ انه التعويض صار كله على الاورثو والبارا، كل المجاميع الموجوده بالاورثو والبارا تعوضت بالبرومين. لكن في حاله استخدام السي اس 2 ك سولفنت للتفاعل صار عندي نوعين من المركبات، واحده بالبارا وهي الميجر برودكت والاخرى بالاورثو. اذا نوع الريجنت او نوع السولفنت حدد نتائج التفاعل. اكرر، نوع السولفنت حدد نتائج التفاعل. في حاله استخدام الماء كل المجاميع تكون عندي مركب واحد، كل المجاميع بالاورثو والبارا تعوضت بالبي ار. اما في استخدام السولفنت سي اس 2 كربون داي سلفايد فصار عندي نوعين من المركبات بالاورثو والبارا تعوض البي ار، والميجر برودكت هو ما معوض في البارا. اذا السولفنت هو اللي لعب الدور الاساسي في نوع الناتج. حتى نستوضح المعلومات اكثر حنسوي نايتريشن. حنباوع اذا في حاله استخدام ديليوت اتش ان او 3، من نقول ديليوت يعني اتش ان او 3 مخفف بالماء، حنلاحظ كون عندنا نوعين من المركبات بالاورثو، اورثو نيتروفينول وبارا نيتروفينول. رجاء لا تحفظ الارقام. تكون مركبين اورثو نيتروفينول وبارا نيتروفينول. في حاله استخدام الحامض HNO3 نيتريك اسيد كونسنتريتد، اي ما بي اي ماء
نلاحظ ان التفاعل يحدث لتكوين مركب واحد يتعوض الاورثو والبارا في حلقه الرنج للفينول بالان او 2. معناته الريجنت ده يلعب دور اساسي في تحديد نواتج التفاعل. هذا اذا الحاله الثانيه لاحظناها انه الريجنت لعب دور في تحديد نواتج التفاعل. حتى نستوضح بعد اكثر حنحكي على السلفونيشن. بالسلفونيشن في حاله تفاعلات البنزين كنا نستعمل SO3 مع H2SO4. نلاحظ في تفاعلات الفينول ما نستخدم SO3، نستخدم H2SO4، حامض H2SO4. حنلاحظ هنا درجات الحراره تلعب دور اساسي في تحديد نواتج التفاعل. اكرر درج الكونديشن درجات الحراره تجعل النواتج مختلفه. في حالة استخدام 25 سنتيغريد يتكون عندنا ما يسمى بالأورثو هيدروكسي بنزين سلفونيك أسيد، تعوض الـ SO3H في موقع أورثو. في حالة الـ 100 درجة استعملنا 100 درجة مع الـ H2SO4 الـ SO3H يتعوض في موقع بارا. إذا نوع الكونديشن هنا لعب دور اساسي في تحديد نواتج التفاعل. اكرر السبب انه تفاعلات الفينول اختلفت عن تفاعلات نواتج تفاعلات البنزين مع التفاعلات الخمسه. اكرر هناك استخدمنا الكاتاليست، هنا يتاثر نواتج التفاعل اما بالسولفنت او بدرجات الحراره. وهاي الأمثلة هي شاهد على ما ذكره بوقت الحاضر. التفاعل الأخير والمهم هي تفاعلات تحضير الأسبرين. الأسبرين يتحضر عبر عدة خطوات. المركب الأساسي السبستريت الأساسي اللي يدخل في تحضير الأسبرين هو الفينول. فلذلك في بداية حديثي لمحاضرة الفينول إنه الفينول يعتبر من المركبات الأساسية في العالم، فلذلك اجتهدت المصانع العالمية في إنتاجه، لأن واحدة من المركبات اللي تدخل في الصناعة الدوائية هو الأسبرين. يحدث تحضير الأسبرين من تفاعل CO2 و 120 درجة مئوية وبرجر، يتكون ما يسمى بالصوديوم سلسينيت. صوديوم سلسينيت يتكون هذا المركب الاول، من نسوي له هيدروسيس يتكون عندنا ما يسمى سلسيليك اسيد. سلسيليك اسيد بس اكمل بس حتى تقاطع عين رجاء حتى يصير التسجيل واضح حبابة. اذا التفاعل هعيده تحضير الاسبرين عده خطوات. الخطوه الاولى هو تفاعل الفينول مع السي او 2 بوجود 125 درجة مئوية وبرجر، يسمى تحضير صوديوم سلسليت ملح السلسليك أسيد. نسوي له هيدروسيس نحضر السلسليك أسيد، عبارة عن مركب بي أو إتش وكربوكسيليك أسيد في موقع الأورثو يسمى سلسليك أسيد. هذا السلسليك أسيد نحوله إلى إستر من خلال تفاعله مع الأسيتيك أنهيدرات بوجود حامض بسيط هو الفوسفوريك اسيد، يتكون عندنا الاسبرين. الاسم العلمي اسم اسيتايل ساليسيليك اسيد، اسيتايل ساليسيليك اسيد. فاذا الفينول اهميته تكمن انه يدخل في العديد من الصناعات وخاصه في الصناعه الدوائيه لانتاج وحده من المركبات المهمه بالعالم بالادويه هو الاسبرين. هذا ما حبيت أذكره في محاضرتي لهذا اليوم حتى نستكمل محاضرة الفينول بالكامل. هسه أستقبل أسئلتكم حتى أجاوب عليها، ورا ما عندكم أسئلة حنعطيكم أسئلة وأنتم حتجاوبوا لي إياها على الشات. نعم، من عنده سؤال يتفضل. دكتور. نعم. دكتور بنزحنا لا ممكن تعيد السلايد الخامس. السلايد الخامس. السلايد ياهو الخامس يعني مال تفاعله ويا الفينو ال او اتش ويا المركبات بالضبط دكتور. هذا السلايد طلع. اوكي
احنا قلنا الفينول يحتوي على مجموعتين، مجموعه البنزين رينج ومجموعه الاوتش. بهذا السلايد هو تفاعلات الفينول، رياكشن اوف فينول المن، رياكشن اوف فينولك هيدروجين، يعني الاو اتش بهيدروجين حنفاعل الاتش وليس الرينج. بهذا المثال حتى بالتفاعل الاول بدنا نثبت انه هذا الفينول هو اسيد من خلال تفاعله، تاشر عليه من خلال تفاعله مع قاعده انطاني ملح صوديوم فينوكسيد مع الماء. بالتفاعل الثاني استرفيكيشن اوف فينول، كيف نحضر الاستر؟ من خلال تفاعل الفينول مع اسيل كلورايد او اسيتيك انهيدرات او الانهيدريد. تحضر عندنا بالخطوه الاولى مع الاسيل كلورايد، تحضر عندنا الاستر مال فينول، وتحرر عندنا الاتسيا. اما في حاله تفاعل الفينول مع الانهيدريد تحضر عندنا الاستر، ولكن الباي برودكت مال كان عندنا كاربوكسيليك اسيد وليس اتسيال. اما في تفاعلات الفريد كراب اسيليشن او ما يسمى بالفريزر ارينجمنت، هذا التفاعل تم من خلال تحضير الاستر للفينول كما شاهدون بالخطوه الاولى، وهذا الاستر من فعله مع الالمنيوم كلورايد، بالذات الالمنيوم كلورايد. نلاحظ انه درجات الحراره تحدد نواتج التفاعل. أكرر، درجات الحرارة تحدد نواتج التفاعل. ففي حالة تفاعل الألم كلورايد مع الإستر للفينول ب 160 سنتيغريد صار انتقال للكربو للأسل، جروب الأسل انتقلت من الإستر صارت في موقع أرثو، تكون عندنا كيتون. أما ب 25 درجة انتقل الأسل جروب، فلذلك سمى فريز ري ارينجمنت، صار ري ارينجمنت عندنا. انتقل من الاستر جروب الى موقع الاسل جروب، انتقلت الى موقع بارا. اذا درجات الحراره لعبت دور اساسي في تحديد نواتج التفاعل. نعم. اكو بعد اي سؤال طلاب رجاء؟ دكتور بس عيد السلايد رقم 4. شلون طلاب؟ بس واحد يسال هاي حتى اجاوبه. نعم. السلايد رقم 4 عاد تعيده؟ رقم 4 ما بيشي بنتي، رقم 4 هي طرق تحضير الفينول، كيف المصانع حضرت او انتجت الفينول. هناك ثلاث طرق اساسيه، الطريقه المهمه هي الطريقه الاخيره هي اير اوكسيديشن اوف كيومين. فعلوا الكيومين مع الاكسجين 130 سنتيغريد انتجوا ما يسمى كيومين هيدروبيروكسيد. حللوا هذا الكيومين هيدروبيروكسيد بوجود حامض مع ماء، تكون عندنا تو برودكت اسيتون وفينول. الماده الاساسيه في هذا التفاعل هو تحضير الاسيتون، وكان الفينول هو باي برودكت. نعم طلاب، اي سؤال طلاب؟ سؤال؟ اي اسالي بنتي، اسالي حتى تجاوب. يعني بالامتحان همين يطلب من عندنا ان نحدد الناتج من هو الرئيسي ومن هو الثانوي؟ لا 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 ابد، لا تحدد ولا كل شيء، نترك الامتحان. ان شاء الله ما تحير، ان شاء الله ما نحير، لا حد يحفظ ولا رقم. بس مثلا بهذا الاستاذ هسه بدي اعرضه، درجات الحراره مهمه نحتاج نحفظها طلاب. يعني بالسلايد هذا درجات تفاعل السلفونيشن كان الدور الاساسي للنواتج تعتمد على درجات الحراره مثل ما بتلاحظون بالسلايد. ايضا نلاحظ انه ممكن ينتقل الاس او 3 اتش من الاورثو الى البارا اذا رجعت سويت درجه حراره ب 100 درجه مئويه. تنتبهون مثل ما شرحت، تنتبهون للريجنت هذا عليكم تحفظون. نعم طلاب اسال. العفو دكتور، هو هذا اللي بتاسال عليه، الكونديشن من تختلف يعني. نعم اذا مثلا عندي الريجنت كان اما يكون كونستريشن او ديليوتد، هذا مال تفاعل النيتريشن. في حاله النيتريشن من عندي ديليوتد اتش ان 3، بنقول ديليوتد يعني شنو؟ مستعملين جايبين الحامض ضايفين شنو؟ ماء ديليوتد انخففناه بالمي، صار عندنا ناتجين بالاورثو بالبارا. لكن اذا استعملت كونستريت اتش ان 3 ما عندي مي ما مخففه ازتز مستعمل اتش ان 3، صار عندي تعويض على ثلاث مواقع بالفينول، الاورثو والبارا كل انشغلت. نعم يعني دكتور، بس يعني هي الاخير تحفظ، لا انا مو تكون تعوض تحفظوها هذا كله حفظ.
السلايد الأخير هو تحضير الأسبرين. قلنا الأسبرين يحضر عبر الخطوات التالية: أفعل الفينول مع السي أو 2 ب 125 درجة وبرجر، تكتب ليش بالامتحان. يتحضر ما يسمى الخطوة الأولى صوديوم سلسليت، ملح السلسليت، السلسليك أسيد، صوديوم سلسليت. سوينا له هيدروليسيس بالحامض H3O بلس، يعني هيدروليسيس بوجود حامض. يتكون عندنا ما يسمى بالسلسليك أسيد. السلسليك أسيد أفعله مع أسيتيك أنهيدرات بوجود الحامض، يتحضر عندنا الأسبرين. الاسم العلمي مالته هو أسيتايل سلسليك أسيد. نعم. بعض الطلاب اسألوا، اسألوا رجاء. دكتور؟ نعم. هذا السلايد مش تحضر الأسبرين، أنا من جبناه؟ يعني هم ضفنا قاعدة من البداية؟ قاعدة موجود، اكتبوا أنا صحيح. أنا ناسي أكتبها. يعني اكو مواضيع ما اذكرها لان معروفه لكم، اني اكتب اني اوتش بهذا التفاعل الاول يم السي او 2، سوي شارحه واكتب عليه اني اوتش. نعم صحيح اللي تحكي بنتي. نعم طلاب اسالوا رجاء حتى ابدي اعطيكم الاسئله. دكتور بس اريد ان الرساله الاخير رقم 9 هو استشرحته كليته. اعيدا للمره الاخيره، السلايد الأخير هو طريقة لتحضير الأسبرين من خلال الخطوات التالية: تفاعل الفينول بوجود الـ CO2 و 125 سنتيغريد وبرجر، أيضا ضيفه على الـ على الـ على السام أنيوتش. تكون عندنا ما يسمى بالصوديوم سلسليت. سوينا له هيدروليسيس، حضرنا السلسليك أسيد OH، وبالأورثو عندنا كربوكسيليك يسمى سلسليك أسيد. هذا السلسليك أسيد أفاعل مع أسيتيك أنهيدرايد بوجود الحامض هو الفسفوريك أسيد، يتكون عندنا الأسبرين. الاسم العلمي مالته أسيتال سلسليك أسيد. تحفظون الاسم العلمي مالته. هذه التجربة السنة أو يعني الكورس الثاني أو الصف الرابع حتاخذون تحضير هذا المركب. نعم طلاب اسألوا رجاء. أحد أكو سؤال؟ إذا ما عندكم سؤال، نعم. حتى أعطيكم شلون يميز الناتج مال التفاعل إذا هو كان ميجر أو مينر، شلون يعني نعرف؟ هذا بالتجربة هاي من تسوين التجربة الحقيقية بالمختبر يلا تقدرين تعرفي. هسه احنا هنا أنا وقلت لكم لا حد يحفظ. مطالبين لا لا مو مطالب، أي لا تكتب لي في أي مكان، لا تقول لي هذا ميجر وهذا ماينر رجاءً. تمام دكتور. حتى لو اني ناسي قولي دكتور انت ايش قلت لنا. جل من لا ينسى. دكتور. نعم. بس هاي الرياكشن اوف فينول هيدروجين يعني هو شرط برايمري والهاليد الاي، اذا اجى الهاليد مثلا سي ال نكتب نو رياكشن؟ لا. ما حجيب شيء سي ال. تمام. طلاب انا اشوف لو نحل اسئله احسن. حتى تتعلم على نمط الأسئلة اللي حتجيك بالامتحان. إذا ما عندكم شيء شو تقولون طلاب؟ يلا دكتور. أوكي. فإذا ننهي محاضرتنا لهذا، يعني ننهي المحاضرة بالنسبة للفينول وننتقل. لازم أدخل على واحد واحد ألغي وأضيف السلايد الجديد وشوية، يعني انتظروني لحد يطلع من المحاضرة. أعتقد المجاميع كلها بدأت تلاحظ السلايد رجاء. أي مجموعة ما ظاهر عندها السلايد تقول لي. نعم دكتور. أوكي. هسه هذا سؤال يقول which is the stronger acid in each of the following compound. ماذا أقول لك؟ حدد لي ما هو أقوى واحد من الذني كسترونجر أسيد. رجاء اكتب لي على الشات حتى ابا مالتكم الاجابات. رجاء اكتبوا لي على الشات حتى ابا اجاباتكم. حتى ابا اجاباتكم طلاب رجاء اكتب لي على الشات. الكل الشاك رجاء اكتب لي على الشات.
طلاب ليش قسم دي جابون غلط وقسم الأغلبية دي جابون صح؟ ليش دي جابون قسم غلط؟ الجواب الصحيح هو دي، وليس لا أي ولا بي ولا سي. طلاب الجواب الصحيح هو دي. ليش دي؟ كلهن بارا عندنا، إذا الموقع ما له تأثير. احنا قلنا المجموعة للزيد الأسيدتي مال فينول، من هي المجموعة الزيد الأسيدي؟ هي المجموعة مجموعة. صح طلاب لو غلط شيء؟ المجموعة ياهم من عندنا من ذني ثلاث مركبات، الفينول بي اتش ما على كل دور باقي مثل ما هو، البي بيمثل جروب، السي بي كلور، الدي بي نيتروجين، المثل من مجموعة الدونيتنج الضعف الأسيدتي. الهالوجين الكلور شوية زايدة لكن عندنا نايترو، النايترو is the drone group. إذا النايترو فدي هو الصحيح، اللي جاوب دي هو الصحيح. واضح طلاب؟ هيك حتجي الأسئلة طلاب، أو أقول لك رتب لي حسب زيادة الحامضية مو multiple choice. واضح طلاب؟ ننتقل للسلايد الثاني. اخذوا صور للسلايدات طلاب رجاء. The best synthesis of the foreign compound from benzene is هذا. عندي فد مركب حضروه في طريقه معينه الصحيحه. اي من ذني التفاعلات الاي او البي او السي او الدي هو الصحيح. اي من التفاعلات هذني الاي والبي والسي والدي، اي من عندهم هو التفاعل الصحيح؟ يا تفاعل صحيح من هاي المركبات طلاب رجاء. لا حد رجاء لا حد يجاوب، اكتب واني اشرحها بعدين. من اقول هاي حتى رجاء لا حد يجاوبني، اكتب على الشات. اكتب على الشات رجاء. هذا السؤال ترى ما سهل هذا السؤال طلاب. طلاب كتبوا لي رجاء حتى اشوف الاجابه مالتكم. تقريبا الكل ده جاوب غلط. قسم جاوبه صح. القله قليله ده يجاوبون صح. كرام اسماعيل جاوبتي صحيح. كرام اسماعيل اذا تسمعيني جاوبتي صحيح. لا حد يسأل إلى أن آني هاي، خلي كملون زملائك وبعدين سألي بك. إكرام أنت تقريبا أكثر شيء جاوبتي الصح. إكرام إسماعيل البقية جاوبوا غلط. طلاب الإجابة الصحيحة دي. الإجابة الصحيحة دي. ليش دي؟ لا حد يقاطعني رجاء حتى أشرحها. ليش دي هي الإجابة الصحيحة؟ هاي الأسئلة هيش حتجي مال امتحان طلاب. لو أخذنا التفاعل الأول، التفاعل ده نسوي بالخطوة الأولى بالأي، أي دي يفعلون HNO3 مع H2SO4. تفاعل HNO3 مع البنزين دا أقول عندي السؤال كالآتي. عندي بنزين رينج، عندي مادة سبستريت بنزين، فاعلتها حسب السيكونس مع الخطوات ذني انطتني هاي الناتج. يا من هذني الأي والبي والسي والدي هي الإجابة الصحيحة. لو أخذنا المجموعة الأولى أي، إيش دا أسوي بالخطوة الأولى؟ دفاعل أسوي نايتريشن للبنزين. لازم انت بالامتحان شو تسوي؟ تسويها التجربه، تكتبها، تفاعل هاي ويا نفسك، تكون عندي نايترو بنزين. بعدين الخطوه الثانيه فاعلتها فريدريك رابت
احنا ايش قلنا بالمحاضره السابقه؟ اذا عندي نايترو بنزين فريد الكرافت الكريشن يصير؟ طلاب يجاوبوني لا ما يصير اكشن. فاذا الاي يطلع من الخدمه، يطلع من الاجابات. ليش يطلع من الاجابات؟ لان الخطوه الاولى نايتريشن والخطوه الثانيه فريد الكرافت. نايترو بنزين عندي نو رياكشن وفريد الكرافت. بعد شلون جاء السؤال؟ ما جاء هيك مثل ما انا شرحته، بس شرحته. التفاعل الثاني فعلنا نايتريشن. وبعدين سوينا شنو؟ سوينا بعدين ورا ما سوينا نايتريشن، سوينا الاسيليشن، هاي خطوه صحيحه. صار عندي اسايد جروب، بعدين سوينا اذا التفاعل بي، بعدين من سوينا ويا الزنك قلنا المحاضره السابقه شو حكينا؟ حكينا على كليمنزن وولف كيشنر. انه السي دبل بوند او تحول السي اتش 2. اذا هذا التفاعل تفاعل صحيح، البي تفاعل صحيح. حضرنا اسيل نايتريشن، النايترو جروب توجه ميتا للاسيل جروب، بعدين سوينا لها السي دبل بوند او، سوينا لها ريدكشن بالزنك ان ملجم بوجود حامض، تكون عندنا المركب اللي ذكرته. اذا البي صحيح. لو جينا على التفاعل سي، التفاعل سي هو تفاعل فريد كرافت الكيليشن يصير، لكن من عندي تكون فريد كرافت الكيليشن السي اتش 2 سي اتش 3 وين توجه؟ اورثو لو ميتال او بارا؟ توجه بارا، احنا مركب عندنا ان او 2 اورثو ميتا، فاذا سي غلط. نجي على التفاعل دي، تفاعل دي سوينا؟ عباره عن تفاعل تفاعل دي هو الخطا، العفو البي هو الصحيح، اسف كرام، البي هو الصحيح. تفاعل دي سوينا اسيليشن، بعدين سوينا ريدكشن، رجعناه سي اتش 2 سي اتش 3. ايضا عندي ار جروب، ار جروب من افاعيل توجه اورثو بارا لو ميتا، توجه اورثو بارا. اذا الجواب الصحيح هو البي. طلاب الجواب الصحيح هو البي. ليش بي؟ لان اول شيء سويت نايتريشن، بعدين سويت اسيليشن، صار بموقع رقم ميتا بالنسبه للان او 2، سي اتش 3 سي دبل بوند او تعوضت، بعدين سوينا السي دبل بوند او ريدكشن، صار عندي سي اتش 2 سي اتش 3. اذا هو البي هو الجواب الصحيح. واضح طلاب؟ واضح لو مو واضح طلاب؟ البي هو الجواب الصحيح. هاي هيك شنو الغلط بالدي؟ الدي الدي كالاتي، بدنا نسوي اسيليشن، بدنا نعوض سي اتش 3 سي دبل بوند او بالرينج. لو سي اتش 3 سي دبل بوند او موجوده بالرينج من البدايه بدون ما اسوي لها ريدكشن بالخطوه الثانيه، اضيف لها زنك ان ملجام واحوله الى سي اتش 2 سي اتش 3، يعني اثل جروب دا احوله، وبعدين اسوي ناتش اثل جروب، وين توجه؟ اورثو بارا لو ميتا؟ توجه اورثو بارا، انا عندي الان او 2 ميتا. فما اذا دي غلط. لكن لو كان عندي جواب اخر مو دي، بعد عندي اي وخليتك هذا المركب سويت اسيليشن بدون ما اسوي ريدكشن واسوي نايتريشن صحيح، اسوي ان او 2 ارجع بعدين اسوي ريدكشن للسي اتش 3 سي دبل مودو، كان الجواب يصير صحيح. ما عندي اي شايله، انا اصلا شايله. فاذا بي هو الصحيح. استمر بالاسئله الطلاب، انطي اسئله بعد. دكتور بس نسحب قلنا الصوره دكتور السلايد الاول. هاي مو بالنسبه، هاي بالنسبه لك، هاي سؤال كبرتها. ما ادري يمك، هاي يمك ابني مو يمي. دكتور نعم، يا ريت الاجوبه تشرح لها بصوره عادل، شوي مثل روح انت سوي المعادلات هم حتتعلم، هم انت حتتعلم شلون تسوي المعادلات، هم تعرفها، واذا ما عندك شيء تعالي انا اشرح لك اياه بالكليه. انا هسه ما اقدر اكتب، لازم شلون اكتب لك؟ صعب، ما اقدر. نعم، اخذ خط، اخذ مركب مركب، خط الاي نفذه، شوف الناتج مالته، فالبي فالسي فالدي، شرحت انا هاي. نعم طلاب، استمر بالاسئله طلاب. عندي هذا التفاعل، هذا سبوز يو ونتد تو بريبير سايكلوهكسان ميثيل استر، الناتج مالتي
اريد احضر الناتج. عندي طريقين للتحضير، اي طريقه، اي من تفاعل الملح هذا من اقول او ماينس اكو ان. دكتور السلايد واقف. بالنسبه لك انت انترنتك مو يمي بنتي حبابه. دكتور يمي هم واقف. لا دكتور انا عندي واقف. نعم. هذا الوضع. خش يعني ما كبر الصوره بقيه مثل ما هي. اوكي. اوكي. هسه واضحه عندكم؟ نعم دكتور. نعم دكتور. هذا تفاعل وتفاعل ويليامسون. عندي روتين للتحضير لحتى يحضر هذا الاستر مال مركب الناتج، استر هذا قصدي ايثر اسمه ساكو اوكسام مثل ايثر، ده حضر ايثر الناتج مالتي ايثر حتى حضر. واحد حضر بروتين، اي الروتين هو الصحيح؟ which of the two possible route below would you choose؟ حتى اختار بالتحضير اي روت اي حتى يحضر الناتج، لو روت بي حيحضر الناتج. اعيد اريد احضر هذا المركب الايثر الناتج، اشتغلوا بطريقين اي الطريق الصح عندهم، اي لو بي. شو تقولون طلاب؟ اي لو بي. ها طلاب كتبوا لي على الشات. بعد البقية خلي يشاركون. قسم ده يجاوب صح، قسم ده يجاوب غلط، بس الأغلبية ده يجاوبون صح. نعم حتى نحل هذا السؤال الاختيار الصحيح هو روت أي مثل ما اعطيتكم اياه بالمحاضرة. تكون عندي مثل أيودايد، مش قلنا من شرط تفاعلات ويليامسون لازم عندي برايمري الكال هلايد، والهلايد هو الايودين. هذا الايودين اذا بالثاني عندي صوديوم ميثوكسايد، والمركب مستعمله سكندري الكال هلايد. ايودين مرتبط برينج سكندري الكال هلايد. اذا الجواب الصح حسب القواعد اللي شرحتها هو باستخدام المثل ايودات روت اي لانه برايمري الكال هلايد. دكتور عيد هذا المثال ما افتهمت. المثال احنا لازم نعرف القواعد. انا اعطيتكم القاعده قلت لكم ما هي شروط تفاعلات ويليامسون. شروط تفاعلات ويليامسون لازم عندي برايمري الكال هلايد. حتى طالب اليوم سالتني قال دكتور تجيبه سي ال، قلت لك لا اجيبه ايودين. شرط اساسي من تفاعلات ويليامسون لازم يكون الالكال هلايد برايمري ويكون الهاليد عندي ايودين. لو نباوع هيك على القاعده اللي شرحتها اي روت هو استعمل الكال هلايد اولي الروت اي، الروت بي استعمل الكال هلايد سايكليك بايودين هذا سكندري الكال هلايد. روت بي سكندري القاعده شو تقول مال ويليامسون؟ برايمري الكال هلايد. من تحفظ وياي القاعده تقدر تجاوب. فالروت اي هو الصحيح. هيك ترى طلاب تجي الأسئلة. طلاب صيدلة. أستمر طلاب قبل ما أعطيكم الرابط. أستمر طلاب. نعم دكتور. نعم دكتور. أحسن شيء نحل أسئلة طلاب. عندي هذا التفاعل، تفاعل فريدلكرافت. فاعلت بنزين مع هذا المركب. The reaction of بنزين اعطيتك الفورمولا مالت سي اتش 3 باي 3 سي سي اتش 2 سي ار ان بريزن اوف انهيدروس المنيو كلورايد برودوس. ياهو من هذني المركبات الخمسه هو الناتج الصحيح. ياهو من المركبات الخمسه هو الناتج الصحيح. هاي حتى تعرفه هاي من الاسئله جدا صعبه. يعني اكيد انا بالامتحان حجيب اسئله تنجح الطلاب، خلينا نقول الاغلبيه ينجحون اذا مو كلهم، بلس اجيب اسئله للطلاب اللي ياخذون الاي كيو مالتهم عاليه حتى نفرق بيناتهم. تتوقعون يا هو الجواب الصحيح؟
هو الجواب الصحيح. تقريبا الأغلبية دي يجاوبون صحيح. كلش أني سعيد. نعم الجواب الصحيح هو الجواب اللي دي تختاروه أنتم، جواب إي آخر واحد. الجواب الصحيح هو جواب إي. ليه جواب إي؟ الاعتبارات الثالث التالية. لو انباع رقم واحد برايمري، رقم اثنين برايمري سي اتش 2 برايمري، رقم اثنين ايضا سي اتش 2 برايمري، رقم ثلاثة برايمري، رقم اربعة سكندري كربون سكندري يرتبط بالبنزين، رقم خمسة تيرشري سي مرتبطة مع البنزين مرتبطة بثلاث مجاميع. شوف بعد قد بسيط، اللي يحتاج تحل بتروح تجرب. اعيد حتى تعرف تباوع بيش ارتبط ببنزين بيا ذرة كربون. رقم واحد ارتبط بذرة كربون برايمري، رقم اثنين ارتبط بذرة كربون برايمري، رقم ثلاثة ايضا نفس الشيء، رقم اربعة ارتبط بسكندري كربون، رقم خمسة اللي هو اي جواب اي ارتبط بذرة كربون تيرشري. واضح طلاب شلون نجاوب؟ بس خليني ادزلكم الفورمولا مال حضور شوي، صبروا لي. عرفتوا طلاب شلون نجاوب؟ هيك تجاوبون بكل بساطة، ما يحتاج لا تحضر ولا كل شيء. إذا عرفت يا هو الكربون نوعه برايمري سكندري تقدر تجاوب. اذا ما تعرف السكندري والبرايمري ما حتقدر تجاوب. حادزلكم الرابط، اخاف ما يفعدنا وقت. استمر. نعم دكتور. هذا السؤال. Only one of the following reaction will proceed as indicated. Which one? عندنا A, B, C, D أربع تفاعلات، واحدة من عندها هي التفاعل الصحيح. من أقول proceed يعني التفاعل أنت ناتج، ياهو من هذني هو التفاعل الصحيح. طلاب بس هيك بس للإيضاح، السي اتركه، السي اتركه اعتبره ما موجود، السي اتركه اعتبره ما موجود. اكرر، السي اتركه اعتبره ما موجود. عندي بس الاي والبي والدي. السي اتركه هذا مو شغلتك، انا جايبه. غلطان. الاي والبي والدي ياهم من التفاعلات الناتج يطلع صحيح بالرياكشن، الاي لو البي لو الدي. يلا طلاب جابون. حتى اشرحها، ورا ما تجاوبون اشرحها. يلا طلاب حبابين ايش ما حيجاوبني. الجروب الثالث تقريبا اكثرهم دا يجاوبوا صحيح. الجروب الرابع غلط اجابتكم. ايضا الجروب الاخير غلط. الجروب الثالث هو الصحيح، ده يجاوبني صحيح. الجروب الثالث تقريبا ده يجاوبني كل صح. الجروب الاول اسمه ده يجاوب صحيح، الجروب الثاني نص نص. الجروب الثالث كله صحيح، ده يجاوبوني. الجروب الرابع نص نص. الجروب الخامس ربع. ده يجاوب صح واغلبه خطأ. الجواب الصحيح طلاب هو اي. نجي نحلل. التفاعل عبارة عن NHCH3 مع SO3 سلفونيشن. هاي الـ NH من يا مجموعة طلاب من مجموعة دونيتنج جروب تعوض أورثو بارا، إذا الناتج صحيح. SO3H بالأورثو. نجي على B. البي عندي فلوريد، وين يوجه أورثو بارا مع الناتج بالميتا؟ بدون ما أشرح. B عندي الفلور من يا مجموعة توجه أورثو بارا، الناتج ميتا إذا غلط. المجموعة سي قلنا نتركها مشغلتك، مجموعة دي عندي هذا الدي من المركبات الاسترات
الاستر وين وجه هم صحيح، الاستر الدي هم صحيح. انا يمكن غلطان، انا جابه هيك غلط هذا السؤال. اذا المجاميع الاي والدي هي الصحيحه، عشان لما لا يخطا الاي والدي هو الصحيح، النواتج الاي والدي بالامتحان اجيب لك بس ناتج واحد، انا غلطان بهالسؤال، جبت الدي غلط، عشان لازم اعوضه بالميتا حتى يطلع خطا. بالامتحان النهائي جواب، جواب واحد فقط، جواب واحد فقط. اذا هو الاي والدي هو الصحيح، الاي والدي هو الصحيح. انا غلطان طلاب، اسف. واضح؟ ننتقل الى السؤال الاخير. السؤال الاخير عباره عن تفاعل، فعلنا تلوين في رياجنت ما نعرف شنو، فعلنا انطاني بالموقع ان او 2 انطاني موقع بارا. هذا المركب انيلين بارا نايترو انيلين تلوين قصدي اسف، عندي تلوين فعلناه انطاني موقع 4 ان او 2 بارا نايترو تلوين فعلناه في ويا شيء انطاني كربوكسيليك اسيد بارا نايترو بنزويك اسيد. Name the type of reaction that has occurred in step 1. اول تعطيني بالستيب الاول شو اسمه هذا التفاعل، من يا نوع من تفاعلات الالكتروفيليك اروماتيك سبستيوشن. Then state the reagent and the condition for step 1. الستيب الاول ايش حتكتب لي؟ شنو الريجنت مالتنا؟ اكتب لي اياه بالشات. الخطوه الثانيه اريد من عندك state the reagent and the condition for step. ما اريد من عندك تقول لي شو اسم التفاعل، انطيني الريجنت المستخدم في هذا التفاعل الاخير. يلا طلاب كتبوا لي على الشات. هذا اخير شيء حتى نتوكل بالله. اكتب لي طلاب، اكتبوا لي كل اللي تكتبون، يعني نص جواب تجاوبون ربع جواب، اكتب لي كل المتطلبات بالسنين. المتطلبات نعم تقريبا تجاوبون صحيح، صحيح. حل هذا السؤال طلاب كالاتي، حتى لان ما بقى عندنا وقت، عندكم محاضره، اسف انه اخرتكم. التفاعل الاول نكتب عليه النيم اوف رياكشن هو نايتريشن. الرياجنت مالتنا بالنايتريشن هو عباره عن تفاعل الرياجنت اتش ان او 3 بوجود الاتش او 4. مو تكتب لي بس واحده اتش ان او 3، تكتب يا الكاتلست مالته. التفاعل الاخير عبر تفاعل كي منوفر او كي 2 سي ار 2 او 7. فاذا الناتج بالخطوه الاولى اسمه نايتريشن اتش 2 اس او 4 اتش ان او 3، والخطوه الاخيره هو كي منوفر، او تكتب لي اوكسيدايزنج ايجنت قوي هو الكي 2 سي ار 2 او 7. هذا ما حبيت اعطيكم اياه باخر محاضره، اتمنى ان اديت واجبي بشكل صحيح طلاب. اسف في بعض الاشياء يجوز، يعني انا كنت سعيد مع طلابي في هاي المرحله حقيقه، لازم احكي فشي بحقكم، كنتم ملتزمين هادئين اخلاقكم عاليه، وهذا هو المحور في التدريس وقبل التدريس هي الاخلاق. ايضا كنتم متابعين ممتازين وليس جيدين بالقياس للسابق سبقكم من طلبه.